في ريف حلب الشمالي يقيم المئات من النازحين في مخيمات الرثة تفتقر إلى الكثير من الخدمات الأساسية. في مخيم المقاومة تشتكي عائلات النازحين من كثرة القوارض وانتشار العقارب، ما يهدد حياة الكثير من الأطفال والنساء في وقت تنعدم فيه الخدمات الطبية والإغاثية والإنسانية عن المخيم. بالنسبة للمعينات ما بمعينات من ثلاث شهور، أكثر من ثلاث شهور ما سلمنا ولا لا يركضون يجيبوا لنا منظفات. نعم بدهم منظفات، بدهم فراكي موجودة عندنا حاليا يمكن بيجي 40 فرشاية أسنان، والحمد لله حتى أسنان ما بعدنا. ما في شيء بالنسبة للخدمة لهالمخيم، ما بي أبدا من كل الأنواع ومن كل شيء، ما بي أي خدمة لهالمخيم نهائيا. كهرباء ريد كهرباء واحد بده يشحن هاتفه، ما بي امبيرات 2000 ليرة أو 1500 هذا اللي مراعيك بالأسبوع، بدك تدفع 1500 هذا الامبيرات، هذا إنسان مراعيك ومحترم وكويس تعطيه 1500 كل أسبوع حتى تشحن هاتفك أو تمدد لمبة لبيتك. شنو بي خدمة بهالمخيم؟ ما بي ولا أي خدمة نهائية. هذا الطريق هنا حاليا اذا كان تقلب المي، هذا الطريق تقلب المي بس تمطر الدنيا، تقلب المي تدخل على الخيام. هاي الخيام قاعد بيغاد، خلوا يصور مكان الخيمه ويشوف الخيمه شلون مكان الجوره. هاي هي جوره اكثر من شبر تحت اوطى من الطريق العام. شنو بي شيء كويس موجود بهالمخيم؟ ما بي شيء ابدا، ما بي ولا اي شيء بالمخيم من كل شيء، ولا من اي ولا خدمه لهالمخيم من اي نوع تكون، لا من معينات لا. ومعلومه ثانيه، من يومين سمعنا انه بدهم يقطعون المي وبدهم يقطعون الخبز. هالمعلومه هاي شنو صحتها ما نعرف، بس سمعناها كلام من الناس يتداولونه الناس بين بعضهم، الخبز والمي بدهم يقطعونها. اذا قطعهم هالمي والخبز هالناس هاي منين تاكل؟ والله بالنسبة للقوارض عم تطلع من المخيم ما في فرش بحص كامل، في نقص، ما في بحص خالص، والتراب عم بيطلع على القوارض، عم بيطلع جرادين، عم بيطلع عقارب، في حيايا، في فئران كثير، وهي عم تأثر وتسوي أمراض كثيرة، تنشر أمراض كثيرة. وبالنسبة للصرف الصحي عندنا ما في اهتمام كثير يعني، وما في نظافة، وكله يعني تلوث بيئي كامل بصراحة. يعني أنا بتمشي في التلوث وأنت ماشي بالشارع بتشم ريحة كريهة، حتى هذول الحمامات ما ننظف، ما ننظف يعني، في موظفين وفي كذا، عالم في عالم عنده غشم وفي موظفين ما في اهتمام. فهالأمر هذا كله بسبب أمراض كثيرة يعني. وبالنسبة للعناية الصحية عندنا بس مستوصف واحد صغير، وما في أدوية كاملة، ما في أدوية، يكتبون الراتشات تشتري حسابك. والمخيم الشعب فقير ما له استطاعة، بدنا توسيع بهالأمر. والطرقات هي بالشتاء ما بينمشى فيها خالص، عم نلبس جزمة وما سيارة ما بتمشي، أي شيء ما بيمشي بالشتاء، وضع سيء جدا جدا جدا. لكن يعني ما هو تعرف أنت. وبالنسبة للمعونة، معونات صار لنا 3 أشهر ما جانا شيء خالص. في مخيمات الثانية بيجية كل راس شهر معونة إقاسية، هون صار لنا 3 أشهر ما أخذنا شيء خالص نهائي. كان يجي أكل، ما عم يجي أكل، كان يجي 3 أيام بالأسبوع إن المنظم، ولا عشان 3 أيام ما بغى يجي خالص نهائي. حاليا صار لنا 3 أشهر ما في غير رغيفين خبز للشخص والمي، غير ما في شيء. بالنسبه للمياه اللي عم نشربها فيها تلويث، عم سبب نشربها وسبب امراض ما هي صحيه بصراحه، يطلع يعني بجسمنا حبوب وكذا،
وحبة سنة في أمور كثير صير الأولاد حبة سنة من النجاسة هي، شايفين هالمي هاي كلها بسبب أمراض، هاي المي فيها بول من الأولاد وكذا ونجاسة سبب أمراض حبة سنة. إجوا مرة واحدة رشوا ما سوى شيء للدبان، بس ما فادنا شيء خالص صراحة، وضعنا سيء جدا جدا. يعني نحن بصراحة نطالب تسفيه الطرقات هون. بالنسبة للشتاء جاينا مقبل الشتاء، في عنا خيام بيحبوا يبدلوها يبدلوها، يجيبوا للعالم قرفانات خليهم يجيبوا أفضل. بالنسبة للصحي هذا يسوون أفضل من هيك، هل ما في حمامات؟ ما في إنسان بده يتحمم، ما في، وضع سيء جدا جدا. كهاريز مفتوحة ووسخ ودود وكل اللي ما عم ننامه، ريحة كريهة وبق وجرادين، يعني الجرادين بتفوت على الخيام، الأكل ما بنحسن ناكله، يعني الطبخة بنطبخها بنكبه ما بنحسن ناكله، وسخ كمان وسخ ما عم يشيله، وسخ المخيم نهارين ثلاثة بيضل الوسخ فيه، ما حدا بيجي يشيله. المخيم يوجد فيه 4000 عائلة أغلبهم من الريف الشرقي، صار لهم أكثر من سنة ونص بالمخيم، خيام مهترئة لا يوجد أي مقاومات الحياة. ناشدنا المنظمات والهيئات المسؤولة عن موضوع الحشرات والقوارض، ما تلقينا استجابة بسبب الضعف. القوارض والحشرات عم تتجمع بالمخيم نتيجة المستنقعات اللي شايفينها، المستنقعات عم تتواجد بسبب ضعف الطرقات نتيجة مرور سيارات الآليات اللي عم توزع المياه. وجهنا كتاب للمنظمات بتبحيص الطرقات وتعبيد الشوارع وتبحيث تحت الخيام، وإنما لم نتلقى أي نتيجة. طالبنا إدارة المخيمات برفع كتاب إلى الحكومة التركية من شان توجه الأنظار إلى مخيم المقاومة لسبب عدده الكبير، وهو يعتبر أكبر مخيم بالريف الشمالي، بريف حلب الشمالي. عم تورد للمستوصف للنقاط الطبية أكثر من 10% بالشهر حالات قرص وأمراض جلدية ناتجة عن الحشرات. المستوصف يقدم ما يمكنه تقديمه، ولكن هو بشكل عام إمكانياته ضعيفة. طالبنا المنظمات الطبية بتوجيه الدعم الطبي مع طلب لوجود سيارة إسعاف، توسيع النقطة الطبية الموجودة مع تواجد لنقطة إسعافية، لأن المستوصف يعمل دوام إداري من الصبح للساعة 4 بس. عمي كان في عقارب هون لدقتني، عم حسيت فوري لما طلعت على الطرقات هيك، ابوي كان نايم، صرخت صوت، طلبت اشوف ايش طاقني، انا كانت معي اجري بالوعي، كبستني هذه العقرب لدقتني، عم تروحوا ضربوني ابره، تم الوعي، راح الالم بس تم وعي، صارت تألمني، ما حدا، ابوي قال لي الصبح للصبح، صارت تألمني، بركت الصبح ما حسنت امشي، انا من المي في الابرة بدي اتشكى بس ما بحسن، قام قال لي ابوي، كنت اسحبها بسرنقي، قام ابوي ما خلاني. الجرادين هون، الجرادين كل ما بشوف جردون العالم تنهزم، ابن جيراننا اكل عرض له ايده الجردون بنهزمه، الطرقات بشعه ما بجينا شيء، من اول رمضان لهلا ما اجتنا غير مره منظفات، ما في شيء، كل ما بتجي معونه بنسمع اجت معونه، وين المعونه؟ ما بقولوا لنا، ما هون هاي بيقولوا لنا شي راحت على يازبا، شي راحت على النور، شي راحت على الريان، الطرقات هون وهمت ما تمشي طشطجه، كل الطرقات بشعه، ما في طريق تلاقيه كويس، هون ما في شيء، الجرادي الحيايه مرت المندوب شافت راس حيه، قام طلعت هيك، قام بحشو، اخر شيء طلعت فاره، بنطلع لهنيك الجوره هذيك مي خضرة، بنشوف الحياه، بنكمش الحياه، اوقات بنعبيها بالقنين لنقتل لنكبل لنخلص منه، ما بتموت معنا، قد ما ضربناها ما بتموت.
جابنا جرادي من هاي. والله العظيم اليوم امبارح واني نايمه عدى من فوق راسي، عدي من فوق مليان جرادين عقارب المايه دهك شلون الوحال.